ويعرفون لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فضلهن، وخاصة بأنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وأن أفضلهن على الإطلاق خديجة بنت خويلد وعائشة بنت الصديق. ويذكرون لكل واحدة ما دلت الأدلة على فضلها، ويتوقفون في المفاضلة بينهما، يذكرون الفضل ويتوقفون في التفضيل إحداهما على الأخرى، ومن اجتهد وقدم فله دليله، لكن المشهور التوقف، يذكرون الفضائل ويتوقفون في التفضيل، هذا الراجح. نعم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله كلام وسط الموضوع، قال خديجة رضي الله عنها أفضل باعتبار البداية وأول الأمر لمواساتها النبي صلى الله عليه وسلم ومجابرته وتثبيته وإنفاقها عليه وغير ذلك، وعائشة أفضل باعتبار آخر الأمر لتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم وتفقهها عليه ومنزلتها منه وغير ذلك. وهذا يجمع بين الفضل والمفاضلة بالنسبة لكل القدر وكل النصيب. نعم.